من أقصى الوطن يستعيد الصحراويون خياراتهم الشرعية. الطريق إلى السيادة تمر من هنا، من خلال اعتصام الأسابيع الثلاثة ما قبل تقويم 13 نوفمبر لمحتجين ضاقوا ذرعا بمساومات الفاعلين الدوليين. سيقومون بما عجزت عنه منظمة الأمم المتحدة، سيقومون بغلق ثغرة الجرجرات غير الشرعية. الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب تصرح بأن المساس بأي مواطن في هذه المنطقة إعلان العودة للحرب. أما الرباط ستستعين بجيشها لفتح المعبر بالقوة، بل وستقوم باستفزاز الجميع وتنفذ 3 ثغرات مماثلة. سينفخ المخزن بهذه الخطوة في نيران الأزمة خارقاً للاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 91، مما سيجعل الحلول السياسية للقضية أشبه بالسراب. أما الجبهة الشعبية فستعلن عن عودتها للحرب في 13 نوفمبر رداً على الخرق، حرب الأشقاء الثانية. يرافقني إلى قطاع المحبس 4 أفراد يشكلون فريقا صحفيا متكاملا لتوثيق حقيقة الوضع بالصوت والصورة في الوقت الذي يشن فيه إعلام المخزن حربا إعلامية على كل وسيلة تحاول كسر التعتيم الإعلامي الذي يمارسه على القضية، لأنه لا يريد للعالم أن يطلع على ما يجري في الميدان لأسباب يرجعها المراقبون إلى خشية الرباط من التأثيرات الاقتصادية للحرب، وتفاديا لإدانة دولية بعدما وضعت المملكة اتفاق وقف إطلاق النار على المحك. نوفمبر 2020 المملكة المغربية نسفت بصورة كلية مخطط السلام وبصورة أخص وقف إطلاق النار بالفعل الديني التي أقدمت عليه في منطقة القرقرات، خروجها من الحزام الدفاعي وأخذها لأراضي جديدة أضافتها للأراضي المحتلة. بهذا الموجب الجبهة الشعبية تحررت نهائيا من وقف إطلاق النار، والجمهورية الصحراوية أصدرت قرار بهذا الموجب. منذ ذلك التاريخ جيش التحرير الشعبي الصحراوي دخل في حرب. المغرب إلى حد الساعة يحاول أن يتكتم على هذه الحرب، يحاول أن يخفيها، يحاول أن يظهر أن المنطقة هادية وأن ليست هناك حرب. من ثغرة الجرجرات ضد الشرعية إلى معابر نحو الحرية قرر هؤلاء الذين كان بعضهم أطفالاً حين أخرج آباؤهم من الديار وضع حد لمصيرهم المجهول الذي يدخل عقده الخامس. حرب التحرير ما هي محصورة لجيل عن جيل، من حرب التحرير مسؤولية جميع أجيال أهل الصحراء السابقين، ونحن جيل عشنا معاناة أكثر من اللي عاشها ذوك اللي سابقنا بحكم اللوجو وبحكم المعاناة وبحكم بعدنا عن أوطاننا. وحرب التحرير الثانية هي قضية حياة وموتنا، شعارنا الوحيد ولوحة في دي المرحلة هو كل الوطن أو الشهادة، عاطين أعمارنا وعاطين ما تملك أيدينا من أجل تحرير وطننا. المقاتل الصحراوي والهبة الصحراوية نعتت للعالم كامل عنه جسم واحد موحد.
الشاب الصحراوي صباح اليوم عبارة عن ذاخرة من أجل استغلاله. نحن اليوم متطوعين أكثر من أي وقت مضى، لأننا يعني عندنا الشعار كل الوطن أو الشهادة، يا إما الموت بكرامة يا إما استرجاع كافة ربوع الدولة الصحراوية. نحن ما أن أغلى من يعني ما أن أغلى ولا أكبر والأثمن من 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 الأحرار والشهداء اللي فات مشات بالقوافل من أجل يعني تحرير هذه الأرض، وغطى عنا نحن من أولادهم، نحن أبناء هذوك الأسود اللي استشهدوا. هذا هو الواقع في قطاع المحبس الحابس للأنفاس. قصف وقصف متبادل بين الجيش الصحراوي والجيش الملكي القابع وراء الجدار العازل، حيث نتواجد على بضعة أميال منه، والذي يزيد طوله عن 2700 كيلومتر. خيط رفيع بين الحياة والموت هنا. المنطقة نعرفوها، كيف نعرفوا الصور اللي وصلوا بهم نعرفوها مليح، مسالكها، جبالها وديانها، سهولها، بلد ماها، بلد كذا إلى خريف. والعدوم اللي نعرفوه قاعدة قاعدة، طبعا المحبس نعرفوه، نعرفوه كيف نعرفوه أكثر من نعرفوا ديارنا بيوتنا، ومستعدين تموها لين يستجدون الحرب. المقاتل الشاب اليوم أكثر معرفة وأكثر دراية بالأرض، وقدرة على استعمال السلاح، وقدرة على حتى إثارة الهزيمة في نفوس جيوش المخزن المتمركزة في جدار الذل والعار، حيث تتساقط عليهم قنابل جيش التحرير الشعبي في كل وقت، لا يعرفون متى ولا أين ولا كيف. الله أكبر، هذا هما. الوضع الذي كان هادئا لساعات ينذر باشتباكات بينهما. قصف مغربي مصدره القاعدة العسكرية 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع، يستهدف بيوتا لمدنيين صحراويين في حدود 11:15 بقذائف عنقودية. لم تسفر عن خسائر بشرية، لأن من كان بالمكان قد نزح، فكما كل حرب وضع إنساني معقد. أزمة النزوح في الصحراء الغربية تتجدد. يا الله أعطيهم الجد. من يوم 13 الشهر الماضي من خفيض القرقرات و بدات الحرب على مستوى الرب كله. جيش التحرير الشعبي كله كانوا عنده المواطنين، كانوا عنده بلديات وعنده ناس في الارياف، عاد مسؤوليه ثنتين، حدا خفيض الشلوحه ونقل المواطنين الصحراويين للتامين اللي لحقهم المناطق الأمينة. الوضع هون المنطقة هو وضع حرب داروس من 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 في الليل وفي النهار. كيف شفتوا وواجهتوا وشفتوا ورأيتوا وسمعتوا، هو على انه خبيط الليل والنهار بجميع الاسلحه اللي عند شلوح، يرمون بجميع اللي عندهم من السلاح، من عند 155 الى العربه بيوم 21، هاون 120 دبابات الرشاشات لكل نوع من عند 20 23 الى كلهم.
التنقل هنا محسوب بدقة، فمسافة الأمان محددة بين قصف وقصف عشوائي ورصد رادارات المراقبة المغربية. لاسترداد الأنفاس يدرك فريقي أنه يستوجب انتظار هدوء الوضع نسبياً للانتقال للضفة المقابلة، حيث تتواجد البيوت المدمرة من أجل تصوير الركام عن قرب. ستقترب الآليات القتالية التابعة للجيش الصحراوي من الجدار المغربي بمسافة لا تزيد عن الميلين، وستكون ردة فعله عنيفة جدا. ظروف الحرب وشروطها الأمنية الوقائية فرضت علينا في إطار نقل حقيقة ما يجري في المنطقة أن نتعامل مع الوضع بكل عفوية وسرعة، حتى وإن كلفنا ذلك الاستغناء عن الخوذة والسترة الواقية. الساعة الآن تشير إلى حوالي العاشرة ليلة، والقصف في كل الاتجاهات يحدث هذا في الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه الحرب المرفوضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. وهنا نحن ملزمون على إطفاء ضوء الكاميرات والتقاط المشاهد الليلية دون إنارة حتى لا نكون عرضة للقصف. ستكون مصدر النيران المغربية في صباح اليوم الموالي للمعركة هدفاً لصاروخ الجراد الذي سينطلق من هذا المكان، حيث يواصل الجيش الصحراوي هجماته. النقطة اللي هاجمتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، كانت القاعدة 22 والصنيف 211، بالإضافة إلى امتس ثم لكذلك القاعدة 23. معركة دامت تقريبا ساعتين، أنا يقول حد قصف غير يقول، في الحقيقة هي معركة متواصلة، كانت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم، استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك المتين، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطعناهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. سيقصف الجيش الصحراوي إذن بعد لحظات القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع بالمحبس، رداً على الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقها المغرب باتجاههم. أما نحن فسنغادر المكان في الحين، لأنه حسب المعلومات فإن المغرب سيقوم بالقصف عشوائي بعد لحظات. جاهز.
النتيجة تفجير القاعدة العسكرية الملكية، وهنا لا حاجة لإنكار ما بات جلياً لعدساتنا. يا ربي قصونا. ثمانية وأربعون ساعة في ساحة القتال بقطاع المحبس كانت كافية لنقل واقع مر، بالرغم من منع الرباط الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين من الولوج إلى منطقة ما وراء الجدار العازل، إلا أن الميدان أبلغ أنباء من كل بيان تستر وإنكار لحرب مخفية سيعكر استمرارها هدوء الصحراء من المحبس إلى القرقرات، ويهدد استقرار المنطقة برمتها من الخليج إلى المحيط.